بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع سيرة النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات ونرى فيها ما كان من شأن النبي وأصحابه الكرام وهو يحاصر الحصن في ثقيف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم معركة نفسية معهم، فبدأ في إحراق العنب وهو عزيز على قلوبهم لأنهم كانوا يتميزون به وكانوا يحبونه، وكان العنب مصدرا لثروتهم، وكان ولذلك ناشدوه الله والرحم فاستجاب، لأنه وهو يحرقه وهو متضايق ويريد ألا يحرقه، لكنه الظروف حكمت فترك هذا مناشدة بالله والرحم. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم جلس يحاصرهم 40 يوما، فانتقل إلى قضية أخرى وهي منادات من داخل الحصن أنهم إذا نزلوا إليه فقد أمنوا على أنفسهم وأموالهم، زي الإذاعة تعمل حرب نفسية. فنزل 24 واحد من السور جايين له، اخترع واحد فيهم بكرة وعملها بحبل وعرف 24 ازاي ينزلوا على هذا الحبل. فالنبي وهو يرى كده قال له انت ابو بكرة، ابو بكرة الثقفي هو ده، لانه نزل ببكرة على السور. نزل 24 واحد، لما النبي تأملهم لهم كلهم عبيد، اتضايقوا بقى من حياة العبودية ومن السقيف ومن الأحوال، فأعتقهم ووزعهم بعد الإعتاق على صحابة لتمونهم علشان تديهم الأكل والشرب واللبس، هم مش عبيد ولا حاجة، هم موزعهم لأخوة ما هواش عبيد عليه الصلاة والسلام. وجلس 40 يوما، فقالوا له أو جات له الاستطلاعات أن هم معاهم سنة يقدروا يصمدوا كده لمدة سنة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخبراء وكده، إيه رأيكم؟ قالوا والله هذا ثعلب في جحر، ده هو يعني معمولين كده وهنا وهم شوية صغيرين، ثعلب في جحر، إن تركته لا تضار وإن صبرت عليه أخذته، يعني لو قعدت هتاخدهم كله ولو سبتهم ما منهمش ضار. فالنبي عليه السلام قال خلاص غدا نرجع، نسافر بقى ونرجع لهم. فالصحابة زعلت، قالت ودون فتح، ازاي الكلام ده؟ قال لهم برضو كلامكم صحيح، شوف التصرف النبوي، كلامكم صحيح، اهجموا عليهم. فهجموا عليهم فضربوهم أشد الضرب بالنبال وبسكك الحديد دي اللي هي الدوائر الملتهبة، فآزوهم جدا. فتاني يوم النبي عليه السلام قال نجيش نرجع؟ قالوا له أي والله يا رسول الله، أي والله يا رسول الله، نمشي برضو كلامك صحيح، يبقى من الأول كان فيه إيه؟ خلاهم طب جربوا كده، جربوا
قالوا يلا نمشي. مشي ونزل على مكة وذهب إلى قلنا بقى اسمه إيه، مسعود بن عمرو اللي هو عنده الغنايم اللي في الجعرانة. فلما نزل هناك قالوا له ما توزع الغنايم يا رسول الله، قال لهم ما تستنوا شوية على أمل أن تأتي هوازن وثقيف وتأخذ حاجتها، يبقى احنا ناس مش عايزين لا فلوس، احنا عايزين الدعوة الى الله وكذا، ما احناش عايزين الدنيا، مستني هوازن تأتي تائبة. وهم هناك في ثقيف يقولوا ادعوا على ثقيف يا رسول الله، قال اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم. بعد كل الضرب ده وكده وفي أثناء اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم. فالمهم الحاصل ان هو في الجعرانة مش راضي يوزع الغنائم كتير 11 يوم وهو مستني هوازن وثقيف ان هي تيجي وتاخد فلوسها واموالها وكذا وكذا ونخلص، ما فيش فايد. بدأ في توزيع الغنائم. ابو سفيان بيبص له كده اهو، يعني بيوري له نفسه كده، يعني نحن هنا يعني ما تنسانيش. فاعطاه 100 من الابل، 100 من الابل دي ثروه كبيره جدا، يعني حاجه غير متصوره يعني. قال له يا رسول الله وابني يزيد؟ قال له 100 ثانيه، خد 100 ثانيه. قال له طب يا رسول الله وابني معاويه؟ قال له 100 ثالثه. فانصرف ابو سفيان ب300 من الابل. ده كلام يجنن مين اللي عارفين الجو ده، 300 ابل، 300 خلينا نحسبها 300 دلوقتي، الواحد 300، الواحد ب10,000 جنيه، يبقى 10,000 يبقى 3 مليون. 3 مليون في ايه؟ في يعني في موقف يعني، خد 3 مليون. فجه صفوان بن أمية فأخذ 100 في 100 في 100، خد 300، وكان قد استلف منه أضرعه في حنين فردها عليه. فجه كل واحد بقى من اللي يطلع له كده يديله 100، وبعدين بقى على أبو 50 على فكرة ده 100 من الإبل، ويديله 40 أقية فضة. فرجع الناس يتحدثون إن محمدا ينفق من لا يخاف الفقر، ده واحد. وصفوان ابن أمية قال والله لا يعطي هذا ولا يسامح فيه إلا نبي. ابتدى بقى الإسلام إيه يتقوى في قلوب أبي سفيان وفي قلوب صفوان، لما شافوا أخلاق ما شافوهاش قبل كده وعطاء مع عمره ما شافوه قبل كده. شأن البشر، واحد راح قال للأنصار ما خلاص لقى أهله ودي بيديهم وبيوزع عليهم الغنائم، وانتوا ياللي شلتوه ما فيش. فواحد ابن حلال جه قال للنبي، ده بيقولوا كذا بيتداولوا مع بعض بالكلام بالرغي بالشاتنج، بيقولوا كذا، ما هو الفيس ده بلوى، ده كل واحد قاعد يقول اللي في مخه واللي في نفسه كذا، سواء كانت فاحشة ولا كان هطل ولا كان لغو، فده بلوى لانه هيلحس كده الدماغ، مش ما هوش للتواصل الاجتماعي الجيد من اجل بناء المعرفة وبناء العقلية، فاستعمل في غير ما هو لا، فده زي سكينة
بتموت بيها واحد. السكينة معمولة عشان تقطع بيها الفاكهة، تقطع بيها الزبد، تقطع بيها كذا. وان شاء الله برضو واحد هياخد الكلام ده يقول لك الشيخ بيحرم الفيسبوك، نضحك عليه وخلاص، ما فيش فايدة خلاص، لانه هيتقال كده هو الشيخ بيحرم الفيسبوك، هو كده هيتقال كده. فإن لله وإنا إليه راجعون، دع القافلة تسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى عطاء عجيبا وحدث هذا في الأنصار، فماذا كان؟ بعد الفاصل نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوزع الغنائم، غنائم حنين، على أهل مكة ومن حولها، وعرف أن الأنصار قد وجدت في أنفسها موجدة، يعني شالت في نفسها، فأتى بسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقال: يا سعد، ماذا يقول قومك؟ قال: إنهم يقولون: يا رسول الله، إنك قد رجعت إلى أهلك فأعطيتهم ولم تعطهم مثل ما أعطيت هؤلاء. قال: وكيف تجدك أنت يا سعد؟ سعد ده الكبير. قال: أنا من قومي يا رسول الله. يعني والتاني زعلان. قال: أنت من قومك، إذن فاجمع قومك في هذه الحظيرة. فجم في حتة كده في السحايا، وسعد جمع قومه، كانوا يمنعوا المهاجرين من الدخول، كلام سر بيننا وبين بعض. فطلع عليهم النبي عليه السلام، ويبقى يجوز الاجتماع بالفئات المختلفة من أجل حل مشاكلهم بعيدا عن الصحافة وعن الإعلام، علشان ما نعملش شوشار. فجمعهم، السلام عليكم بسم الله الحمد لله وكذا. انتم عايزين تقولوا حاجه؟ قالوا: لا يا رسول الله، مش عايزين. ما تكسفوش، قولوا اي حاجه. قالوا: يا رسول الله، قال: منا لله وللرسول. يعني قال لهم: طيب انتم لو شئتم لقلتم: جئتنا عاريا فكسيناك، وطريضا فاويناك، ومهزوما فنصرناك، وكذا. سكتوا، يعني ما هو صحيح الكلام، هم الأنصار. قال لهم: إني أعد نفسي من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لاتخذت سبيل شعب الأنصار. ألا ترضون أن يذهب الناس بزهرة الدنيا، وفي يقول لك بلعاعة الدنيا، وتذهبون برسول الله؟ لقد أوكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم، وهؤلاء ألفت قلوبهم. فبكى القوم. رجعنا بقى للتذكرة، يبقى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى لابد من استدامة التذكرة. اوعى تعتمد على انك انت خطبت في الناس واسترقيت قلوبهم من شهرين، لا، كل موقف اطلع للناس وقول وذكرهم، وهيتذكروا واملأ قلوبهم بالقوة، هيتملوا.
بس ما تغيبش عنهم، ما تغيبش عنهم. وشوفنا احنا في واقع الايام انه لما غاب وما قالش الناس زعلت منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا بالموعظة، تملي يقول لهم ينصحهم ينصحهم، وربنا أمرنا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فجلس يقول لهم حاجات زي كده، أدعيطوا ونهنهوا وقالوا خلاص رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقاموا مبسوطين غاية الانبساط وفهموا الحقيقة. هذه الأموال كلها التي كانت في يد رسول الله لم تكن في قلبه، والذي كان في قلبه الأنصار. ودي كانت خلاص هيسيبنا بقى ويقعد في مكة؟ قال لا، ده أنا هروح معاه. وذهب فانتقل إلى الرفيق الأعلى في مدينته صلى الله عليه وسلم. إذن فقد فازوا، وقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وقال لهم لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. وصار هذا الحال وقد شاع في كل أهل المدينة سواء كانوا من نسل أنصار أو من غيرها، حتى كانت المدينة منورة بضريح النبي المصطفى والحبيب المجتبى، أضاء الدنيا وأضاء ما حوله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وزع في الجعرانة كل هذا، وأخذ يعطي الرجل 50-50 ويعطي الرجل 40-40 وهكذا، ووزع السبي على الحاضرين. وكان من هؤلاء الشيماء بنت الحارث، أخت سيدنا الرسول في الرضاع بنت حليمة السعدية. وكانت الشيماء تكبر الرسول وتشيله وتهننه كل حاجة، فعرفته نفسها فاستثناها من التوزيع وردها إلى أهلها. بعد ذلك وبعد أيام جاءت هوازن قعدنا 20 يوم بداء، وبعدين جاءت هوازن السلام عليكم وعليكم السلام، احنا عايزين ولادنا وستاتنا واموالنا. قال لهم طب اجيبها لكم منين؟ ما انا قعدت 11 يوم علشان تيجوا تاخدوهم ما خدتوهمش، فما ينفعش الكلام ده. قالوا له نبص فوق رجلك وفوق ايدك رد علينا الحاجات دي. قال لهم اللي غالي عليكم ايه، الاموال ولا الاولاد والنساء؟ قالوا لا الاولاد والنساء، لان دي فضحتنا هتبقى بجلاجل في العرب ان ولادنا بقوا عبيد وستاتنا بقت جوار. رجع لنا الاولاد والنساء وامرنا لله في اللي ضاع مننا ده. ابو عامر الاشعري هو اللي ايه اللي وردهم المهالك. فقال لهم طيب انا مش بايدي حاجه، اللي بايدي بعد التوزيع حصلت ملكيه، ان انا هقوم. يا معشر الانصار، من كان بيده احد من اولاد الناس دي ويرى انه يكرمني يردها لي. فالانصار قالت لبيك خلاص وارجعوا كلكم ولا نعرف حاجة سيدنا الرسول. يا معشر المهاجرين اللي في ايده، يا اهل بيتي كله رجع 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 رجع، ما طلع لناش الا عيينة بن حصن
والفزاري ده الأقرع بن حابس، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس. لا ما نرجعش. قال لهم طيب خلي بالكم دول صحابة، بس النبي كان يسيب كل واحد على حريته، يعني زي بريرة السيدة عائشة اللي اعتقتها، فلما اعتقتها كان جوزها مغيث كان يحبها قوي وهي تكرهه قوي لله في لله كده ومخلفة منه، فمغيث يمشي يعيط في السكك ويقول دي سابتني انا من، فيقول لها نوع السلام، فسيدنا عمر يقول له أرأيت مغيثا ما تشفع عند بريرة خليها ترجعه، يا بريرة رجعي جوزك ده ابو عيالك. تقول له أتأمرني أم هي شفاعة؟ شوف بنى الإنسان إزاي الحرية والاحترام والثقة بالنفس. فقال لها بل هي شفاعة. قالت أما شفاعة فلا مش هرجعه. يظهر كانت متغاظة منه قوي مغيث ده، واخد بالك؟ وكان مغيث بيحبها حب شديد، فكان يسيب النبي عليه السلام كل واحد على حالته كده اهو ما يضغطش عليه، فكلهم رجعوا إلا الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن الفزاري. جم يشوفوا عند عيينة ايه؟ لقوا امرأة سوداء شمطاء عجوز. طب انت ده تعمل بها ايه؟ دي رجلها والقبر، تعمل بها ايه؟ فالنبي عليه السلام قال على كل حال اللي هيرجع هنعمل له كذا وناخد كذا. قال له طب نرجعها بقى. قال له طيب رجعها. فرجعها. النبي عليه السلام كان يبعت عيينة ده لجمع الصدقات، يعني اذا مفيش حاجة ان انا اتعامل معاك لما انت تبقى ملك. لا، عيينة بن حصن بعضهم عدوا في المنافقين، الأقرع بن حابس بعضهم عدوا في المنافقين بعض العلماء، لكن لا، النبي عليه السلام بيتعامل مع الكل وبيتعامل باللي عنده من الكفاءة، فبعته علشان ياخد الصدقات بعد كده يعني. فالنبي عليه السلام فعل كل هذه بناء الشخصية، بناء العقلية، بناء النفسية، بنى أصحابه رضي الله تعالى عنه، ردوا ستاتهم وبناته حتى عيينة وكذا، والأقرع دفع في الآخر اللي عليه رد السبي، وبقى الناس خدت أهلها وولادها وكذا، بس الأموال ضاعت عليهم من تأخر. نعم السلام عمل العمرة ورجع قافلا بعد القعدة إلى، لأن احنا حنين قلنا في 10 شوال، رجع بعد ذلك إلى المدينة ليبدأ مرحلة جديدة وعصرا جديدا. سنة 9 هتدخل علينا، هيرسل السرايا، هيستقبل الوفود، هتتكون هناك مجموعة من الأشياء في نهايتها غزو التبوك. هنرى ما الذي حدث أمامنا، حدثين كبار، القتال والدعوة، وهما ما تتميز به المرحلة الثالثة لمدة 2 سنين 9 و10 إلى أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.